كان لقبه في إثناء عمله في وزارة العدل بين أواخر سنوات الانتداب الفرنسي وأوائل سنوات الاستقلال الرجل اللي ما بينحكى معه. في أروقة قصر العدل امتنع عن إلقاء تحية الصباح على رئيس محكمة الاستئناف المختلطة الفرنسية الجنسية لأنه لم يكن يردها بمثلها. هذا الرجل كان فؤاد بطرس. بعد انتخاب الياس سركيس رئيساً للجمهورية عام 76 سأله صديق له وحليف صار لاحقاً وزيراً معه ثم شريكاً: هل قدمت التزامات إلى سوريا في مقابل انتخابك؟ فكان جوابه: أقسم بحياة أمي أنني لم أقدم شيئاً من ذلك. هذا الرجل كان فؤاد بطرس. صديقي ومعلمي فؤاد بطرس، مبروك لك تكريم لجنة إحياء ذكرى الرئيس الياس الهراوي. أطال الله عمرك وأبقاك مرجعاً للبنان السيد والحر والمستقل، وقد تكون المرجع الوحيد الحكيم العائش بيننا. الله يطول عمرك. شكراً يا معالي الأستاذ فؤاد بطرس على ما هو أنت وعلى من هو أنت. إن جائزة الرئيس الياس الهراوي تكبر بك اليوم مرتين، لأن اللجنة اقترحتها لك ولأنك قبلت استلامها.